احباب زيني، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان. غادي نحكي لكم كي درت خرجت من لارجيري باطل. شكون راه يسافر باطل في وقتنا الحالي؟ لكن هو لالمانيا سافر باطل بعد معاناه طويله، 3 سنين وانا عايش في الجزائر، 3 سنين وانا نتمرمد، 3 سنين وانا مغبون، 3 سنين وانا نخدم ونطيح ونوض، 3 سنين وانا قبضتني الكآبه، 3 سنين وانا مقابل البحر، 3 سنين وانا مهموم، 3 سنين وانا مقنوط، 3 سنين وانا اسمع في الشاب حسني الله يرحمه، اطلبوا له الرحمه. خويا العزيز كيما راك هو دير جام وكبل معايا هذا الفيديو حتى التالي، وقارع لي فيديو اللي راهم جايين من موراه، وما تكرهش مني، واللي رانا تقالع على قلبه خويا بلوكينا وما تفرجناش وما تبعناش، واللي رانا خفاف على قلبه يخبطنا في كومونتير. مرحبا بكم الزينين، تحيه الجاليه الجزائريه اللي تابعني الحراقه اون جينيرال وين ما كانوا، يحيى خوتي واصحاب البلاد وين ما كانوا، 58 ولايه، العائلات كاع اللي تبعوني، مرحبا بكم الناس الزينين. الفيديو تاع اليوم شباب، الفيديو تاع اليوم فيه السسباس، فيه الفرحه. اليوم غادي نركبوا زوج طيارات وغادي نبعد بكم ونديكم لبلاد بعيده، غادي نديكم لبلاد بعيده 3 سوايع ونص على الجزائر. خوتي الاعزاز، بعد ما جبت الدوسي تاعي وجبت الدوسي على انسان ثقه وكونفيونس ولد فاميليا، والله يعطيه الخير، والله ينجحها في غربته، والله يكمل له ما يتمنى. السيد هذا كي جبت عليه الدوسي ورجعت لوهران وقعدت نخطط ونطلع ونهود شان ندير شان ما نديرش، وراهي البلاد اللي نروح لها باسكو كانت كورونا غير كي حلت الدعوه، كانوا المطارات غير كي حلوا. اما لو قلت انايا لازم لي اي بلاد نروح لها، بعد ما رحت قعدت في المطار وديسيديت وفهمت وسقسيت على لي بري تاع لي بي، قلت انا دروك صاي انايا غاسموني نروح لبلاد بعيده. هذا البلاد كاش كيفاش لا غالب ما كتبتليش اوروبا، مهم نخرج من الجزائر نروح بلاد واحده اخرى، مهم الرياح هنايا. سي فري بلادنا شابه وكلشي شوال، انا من واحد من الناس ما خديتش نعيش في لارجيري. دروك غدوه تقول لي هود البلاد ريح سيمانه 10 ايام 15 يوم، معليش بصح باش نهود نعيش ديفينيتيف زعما تجيني شويه ديوغ، يعني تجيني صعيبه شويه، لكن منا مع الوقت الا كتب ربي منا القدام على باليش، بالك الرجوع الى الاصل فضيله، بالك واحد يهودي يعيش في بلاده ولا لكن لاباس به. جاي كيف في الوقت الحالي مازال لا، حتى ولي الشيو يبان، حتى ولي الشعر ابيض يبان، تما عندك باش نديسيدي ندخل لالجيري ونعيش في لالجيري. خوتي الاعزاز، جبت الدوسي تاع الفيزا تاعي شريته بسعر مليح، ماشي كيما الدوسي تاع الكوميتي اوروبيان، باسكو الدوسي تاع تركيا اللي شريته انايا ماشي الدوسي تاع اوروبا باش تفهموا خوتي، لكن تركيا ولات بالفيزا لازم يكون عندك ملف، لازم تكون خدام، يعني اذا كنت بطال ما عندكش الحق باش تدفع فيزا ابار الا شريت 100000. انا واحد من الناس شريت 100000، واللي راه يحوس على الملف ومنا ومنا ما كاينش مشكل، رانا هنايا يتواصل معايا خوتي نعطيه الكونتاكت تاع السيد ويسهل الا بغى يسهل. المهم انا راني قلت هذه الهضره بعد ما خديت امر من عند السيد باللي ندير له نعرفه بالمتتبعين تاوعي، والمتتبعين تاوعي راهم محتاجين كونتاكت من عند السيد باش يشرو عليه الملف. خوتي الاعزاز، ما نطولوش في هذه الهضره، وطولت في هذه الهضره ما على باليش العقوبات تاعو حاشا ولا، المهم اللي فيها الخير ربي يجيبها واللي كتبها ربي مرحبا بها. جبت الدوسي تاعي وقعدت نبحث كيفاش نروح نقدم طلب تاع الفيزا، رحت انايا دفعت في وهران منا طالب تاع الفيزا، حطيت الدوسي خلصت 1,600,000 وليت قعدت نقارع في هذيك السيمانه بانيكي ونتفرج لي فيديو اليوتيوب هادي 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 هادي، نتفرج غير ترك منا كي يدير جامي ركبت مطار، جامي دخلت مطار، جامي ركبت طياره، اي نتعلم خاطش انا خفت، انا قلت انا مهوديني اكسبيرسي بالك ممنوع ليا كاع نسافر، انا فهمتها كيما هكا. واحد لا غالب كي يكون في لاجيري يكون امي ما يعرف والو، لا غالب زعما ماشي عيب هاد الصوالح ولا ما تعرفش تتعلم افيك لو طون. ايا فهمت، بعد 8 ايام 10 ايام هكا عيط لي ليفر، الو هو ريس بخير، قلت له واه صباح الخير خويا لاباس بيا، قلت له واه، قال لي ني جاب لك الباسبور تاعك، قلت له يسقسيك فيزا عطاوها لي ولا لا، كيما نقولوا باش يا نسوي زيدي يا نفرح، قال لي ما نجمش نقول لك حتى نجي، قال لي تنجي وتشوف، قلت له يا صح. جاء عندي السيد منا تلاقينا عطاني امانتي، فرحت بغيت نطير، او ما نجمت ما نجمت، فرحت راني نقول لك بالفرحه، حتى عطاوني فيزا تاع الانجليز راني نقول لك ما امنتش، افرحت انا قلت المهم نركب طياره ونروح لبلاد من غير بلادي، انا الغالب انا ولفت الغربه، نبغي الغربه بما كانت حلوه مره ميزيريه نستحملها معليش، خاطش لالجيري وما ادراك ما لالجيري، الفقر اللي فيها والجرجير اللي فيها والغبينه اللي فيها ومنا ومنا، بلادنا وفيها والدينا وصبرت لها وسمعليش.
صاي خوتي جاتني الفيزا فرحت بغيت نطير. اي قعدت نحوس انا كيفاش دروك البي غالي في هذاك الوقت. كان البي غالي باسكو كانت كورونا غير كي خرجت من البلاد وكانوا المطارات غير كيحلوا. انا لا قلت انا دروك لازم لي نفكر كيفاش نخرج من البلاد دروك الفيزا عندي. شو اللي يقول لي بويا واللي يقول لي لا والي ما تقلقش راه عندك الفيزا وعندك المده تاع عام وتنجم طوني شهر في عام. يعني عندي الفيزا مده تاع شهر بصح المده تاع عام الشهر اللي بغيت نخرج فيه نخرج فيه. هي بويا واللي يقول لي لا واري وما تخرج دروك وزيد صبر شويه حتى تلاقي مروحك وحتى منا. يا ودي قلت له بويا لازم نخرج لازم نخرج. وما كاش عندي الدراهم خوتي يعني ما كاش عندي الدراهم. احبابي الزينين والناس اللي تبغيني واللي زابوني اللي تبعوني داروا لي طاك ميني طاك. هذه غير اللي زراني اللي يعرفوها. داروا لي طاك ميني طاك في الواتساب بداو يدخلوا البي في الواتساب ديريكت. انا عندي حبابي اللي يبغوني ناس الغربه الجاليه الجزائريه دي زوراني وهارنا طاك ميني طاك. انا نقول لك الامانه دخلت ديريكت دخلني البي تاع تونس. رحت الالجي شريت البي تاع تونس درته في الملف تاعي سي بون. بصح بداو يعيطوا لي صحابي يقولوا لي واري شبا تروح دير تونس تمهبول تا شبا تروح دير تونس تونس ما فيها والو. قلت لهم معليش نروح لتونس او بصح عندك فيزا تاع الترك. قلت لهم خوتي انا عندي فيزا تاع الترك بصح ما كانش يدخل روحها فيا ندير راي. قلت لهم انا ما عنديش دراهم باش نشري البي تاع الترك. البي تاع الترك كان يدير 18 مليون والله العظيم مورا كورونا كان يدير 18 مليون وكان كاين فول واحد في السيمانه. منا طلعوا نهود كي رحت لالجي شريت بي تاع تونس عاود رجعت لوهران درته في الدوسي تاعي. دروك انا عندي فيزا تاع ترك قطعت بي راني رايح لتونس ما كاش الفول من الجيري دراهم تاع البي ما عنديش. واحد السيد حبيبي يسكن في باريس وهراني ولد ميرامار قال لي واري من نشرك راه دير تونس غادي تنغب من حبيبي من. قلت له صاحبي قلت له الغالب باش جات كيما هكا. قلت له انا مانيش قادر نقعد في البلاد. قلت له قلبي تغم. قلت له قبضتني ديبرسيون راني حاسس روحي راني في حبس. قلت له انا والفت ندير بلاصي وندور البلدان وهذه. قلت له دروك راني مبلع راني قبضتني الكابه خويا راني ندير في فروند مير مجمع كوغي راني نقدم فوتوغراف ونقعد ندور نصور الناس تجي ليا راني ندير فاي في ان سي اختها فروند مير رايح ومولي رايح ومولي من الصباح حتى العشيه خوتي كرات حياتي. راني نقول لك تمارديت دخلت في بعضي ما تعمش عقلك كي وليت. دير لي هاك واري قال لي زيفت ثلاث صوره تاع باسبور. زيفت ثلاث صوره تاع باسبوري ضرب لي بي ديريكت شلا لي بي معي ما والو العيا كاع ما كانش. قعدت نقول ربي انا اش راني داير واك انا في غربتي درت بالك مشاكل درت بالك محرمات درت بالك منا ربي علاه انا تجيب لي هاد الناس علاش هاد الناس ينقضوني علاش توجور هاد الناس حبابي في كتافي علاش انا ربي محبب خلقه فيا. هادي باغي نفهمها انا هادي باغي نتوما فهموها لي ربي علاش محبب خلقه فيا. على بالكم بلي توجوركم انا غرق نطيح في الغرقه ربي يجيب لي واحد الناس هكا سبب نلقاهم في كتافي ماشي فاميلتي ماشي ما كاين معايا ملح ما والو زعما. والله العظيم يا خوتي اللي نقعد مخلوع انا بورتون زعما نقولوا درت بالك معاصي في حياتي درت محرم درت منا كيما كاع الناس تغلط. انا ما درت صوالح بيزاخ بصح كيما كاع الناس تغلط الناس قاعد ديروا قاعد درتو ليكم تفرجوا فيها قاعد درتو قاعد غلطتو. نتوما ماشي ملائكه انا ثاني ماشي ملائكه انا ثاني انسان. شو لك انا حاجه اكبر الخطاؤون هم التوابل. انا دروك بوغ موا يعني شخصيتي يعني في قلبي في ذاتي راني تايب مانيش ندير كيما كنت. هذه الحاجه الشابه اللي فيا بلا ما تقولها لي نتوما انا نقولها اعوذ بالله من قولي كلمه انا يعني انا نحس روحي انسان تبدلت على اللي كنت غراسه هاد لي جون. ثم لو كان ماشي هاد لي جون انا بالك ما نفطنش وما نتكاكاش ومازال راني في العمايه نتمشى بصح غراسه هاد الناس واكوز هاد الناس وكل شيء زعما صافي بليزير وراو لي الصح من الغلط وعاونوني بزاف في حياتي. كنت راه في هادي 3 سنين تاليه يعني من 2019 فرواح من صاحبي اللي طاني 56 وروح جاي كاع الناس اللي تلاقيتهم في كتافي كاع الناس اللي عاونوني كاع الناس اللي وقفوا معايا لو غير كلمه شابه. ثم الدراهم ماشي كلشي سي فري الدراهم ملاح في وقت الشده في وقت الغبينه شاول الدراهم ماشي كلشي
خاطش كاين لي واحد بالك تعطيني انا تجي دروك تعطيني 1000 اورو وتهضر لي هضره تجرحني، ما عندي ما ندير بال 1000 اورو تاعك وما عندي ما ندير بيك. بصح كي توقف معايا ونقاك في الشده وتسقسي عليا وتحسن عوني وتحسن شفوت وتحسن باللي لي بيتيز والغلطات اللي درتهم في حياتي، زعما درتهم ماشي زعما ماشي غرضي وماشي بالسيف عليا درتهم، راك فاهم؟ خاطش واحد كي كان عايش في الغربه وكان يسرق وكان يدير ومنه، ولا كان يكمي كيف، ولا كان ياكل كاشيات، ولا يعني انت ما عندك حتى دخل صاحبي. يعني هاد الصوالح انا تحملت المسؤوليه تاعهم وانا صافيت روحي بروحي. بصح تعلمت من الاخطاء اللي درتهم. انا قلت هاد الخطره سي بون، لازمني نفطن، لازمني نتكاكا، راني كبير واري، سي بون ستة في روحك. خاطش انا دروك بسيكيكمون مازال نحس روحي صغير، عندي 30 عام. شو لا فوت بزاف، فوت اكثر من لاش تاعي، والله لا فوت اكثر من لاش تاعي. انا دخلت كيما نقولوا دخلت للدومين تاع التهمبير والجرجير صغير، يعني انا ماشي كابر في قطن، يعني انسان قليل وفاميلتي قليلين. شو لا كبرت شبعان، يعني كبرت شبعان، كبرت نعرف كما تدورو، فهمتوني خوتي؟ المهم هذه هي وهذا هو. جا النهار، جا موعد الرحيل من الجزائر، ما قديتش نصبر حتى الغدوة، بت قاعد هذيك الليلة وكان يجو عندي سوا ديزون دي زابوني اخويا ولاو دي زامي تاوعي. جات عندي واحدة الامي تاعي مسكينة، قالت لي واري غادي تروح ومنا وماذا بيا نرافقك حتى دقيقة تالية اللي تخرج من البلاد. قلت لها مكاش مشكل، بالك غادي تفرج فيديو. المهم قلت لها مكاش مشكل، رافقتني نوض صباح، تقهويت مع اما، صراحة كنت موجودهم في الليل كلشي، تقهويت مع اما، خرجت من الدار، رحت قضبت التران اللي جيت فيه من الالمان، اللي جيت فيه من الجي الوهران، كي نهار اللي هودوني من المانيا، غير هو عاود ركبت فيه. كي دخلت لاكار عيطت لي، الو واه واري، قلت لي باين باغي نشوفك، راني باغي نروح معاك. قلت لها مكاينش مشكل، باغي ترافقيني؟ مرحبا سيدي. رافقتني، وصلنا لالجي. كي وصلنا لالجي هي عاودت قبضة الطيارة ولات الوهرن، جينا في التران عاودت ولات في طيارة 600 ميل ولا 500 ميل. المهم انا فهمت بلي انت رحتي معايا لالجي غير باش ديري لي ستوري في المطار تعاودي تولي با بليس هذا مكان. المهم دخلت انا المطار الدولي، جاو عندي حبابي تاني زيني لي زابوني تاعي اللي يبغوني، تحيه ناس العاصمه، تلاقاو بيا سلموا عليا بقاوني على خير، حبابي تاع الانستغرام. اي ابخي دخلت المطار، عند الدخله تاع المطار يا خويا بداو يشوفوا فيها لابوليس، قال لي واري انت ماشي تاع المانيا اللي تدير لي فلوك ومن. قلت له واه انا هو، قال لي خويا وراك راي. قلت له انا يا تركي خويا ما نجمش نعيش في هذه البلاد. قالوا لي روح الله يسهلك ادخل للطياره. راني نقول لك، اني نقول لكم يا خوتي، حسيت روحي راني نتمشى في الهواء، حسيت روحي راني نتمشى في كوكب واحد اخر. خويت كل شيء، قصت كل شيء مورايا، مشاكل ودارنا فاميلتي والدي كل شيء قصته من مورايا. صار لها كيما كل شيء قصته من مورايا، زعما باش تفهموني من القلب للقلب راني نقولها لكم، كل شيء قصته من مورايا. قعدت نقول لي فوته في هذه 3 سنين راسخ في الاذهان الى يوم الدين، والو والو ما زيدش نلعب. دخلت المطار صار داتون، تعيطوا لي الناس حبابي كاع يسكنوا في اوروبا. الو واه هو رياض راه شادر تفت سي بون. دخلت المطار سي بون، فت على الديوان، فت على لابوليس، فت على هذه، فت على هذه، سي بون اي الله يسهل لك امورك. ديستيناسيون وين؟ لتونس. ديستيناسيون تونس وانا ما نعرف حتى واحد خويا. ها باش تعرف بلي هواري ديبلاسي وما يعرف حتى واحد. الله يخلف على الرجال الزيني اللي توجور في كتافنا، والله العظيم يا خوتي. اوصلت لتونس، قبل ما نوصل لتونس تفهمت مع واحد ابوني كنت داير لايف في الانستغرام، لايف تاعي الكون الانستغرام تاعي هواري فلوك، والتيك توك تاعي هواري فلوك. معلومه هذه خوتي المتتبعين باش تجوا تحضروا معنا لي لايف اللي راني نديرهم في التيك توك، واللي محتاجني في كاش حاجه بريفي مرحبا به في الانستغرام هواري فلوك، راني خليه لكم في صندوق الوصف دائما. تواصل معايا حبيبي محمد، وتحيه لناس تونس، وتحيه لحبابي التوانسه وكاع الجاليه
الجزائريه المتواجده في اوروبا، وتحيه خوتنا المغاربه ثاني سونس اكسبسيون كاع حبابي اللي خدموا معايا غربه المغاربه. المهم قال لي محمد شوف صاحبي كي غادي توصل تونس وين عندك تروح؟ قلت له ما نعرف تا واحد في تونس. قال لي راني هنا صاحبي. قال لي انا ابوني تاعك باطل. قال لي راني هنا صاحبي. قال لي كي ما تلقانيش في وقت الشده وين تلقاني؟ قال لي متخممش. قال لي واتونسيون تصرف دراهم تونس اتونسيون. قال لي ما تدخلش يدك في جيبك راك عندي. قال لي تي شي مو. اما لكي وصلت المطار هذا محمد يسكن، وصلت المطار قرطاج تونس، هذا محمد يسكن بعيد على المطار قرطاج، ما يسكنش في العاصمه تونس، يسكن في ولايه واحده اخرى، وكان باغي يجي عندي ويقرا لي عند الباب تاع المطار. شدوه امور وكانت عنده خدمه ما جاش عندي. شادر ارسل لي زوج اصحابه واخويا، ارسل لي زوج اصحابه جاو قراو لي عند الباب تاع المطار، داروا لي هاكا كبروا بيا ما تامنش عقلك. حسيت روحي بويا وزير والله العظيم. داوني من المطار داوني للدار، خرجنا تعشينا فيك لي زامي، واحد الوي بيرسون ولا دي بيرسون، فيهم رجال فيهم نساء، كتر خيرهم الله يخلف عليهم. طاوني دار، رقدت في الشومبرا منا مهني، بداو غير حبابي يتواصلوا معايا وراك شراك داير فيها منا صعيب وصلت هذه هذه هذه. او ميم طون غدوه عندي طياره واحده اخرى، غدوه عندي فول، غدوه الفول تاعي على بالي قيساش اوتيل بصح كي غادي نوصل اسطنبول مكاني اوتيل مريزيرفي مكان والو، مكان اللي قرا لي في اسطنبول مكان والو. شاولا كي راني جاي اسطنبول راني جايب معايا الباجاج، راني جايب ان ساكودو فيه معلومات، انا انسان ود غربه، انا نرقد برا نرقد في مطار نرقد واقف نرقد نتمشى يعني نورمال. الخبينه فيها فيها يعني مسني على عمري باللي ننغبن معليش ننغبن بصح تفرج عليها. قلت لكم ولا تقنطوا من رحمه الله، يعني ربي بالعباد تضيق عليك تتزير عليك بصح يفتح عليك ربي اللي خلق ما يضيع. نوض الصباح تخاوينا منا ضربنا وحده مقلوبه في تونس تجي كيما الشاورما. اي اخوتي ركبوني طاكسي شبيبه، زادوا خلصوا الطاكسي وعطوني دراهم باش نزيد نفطر ونزيد نتقهوى في المطار. وانا الفول تاعي كان على 5 تاع العشيه، 5 هكا واه، وقلعت مع الوحده ولا زوج المطار، رحت 3 سوايع قبل الفول باش ما نراطيش الفول ولا حاجه، خاطش نورمالمون تروح 2 سوايع 3 قبل الفول تاعك. وصلت انا للمطار، كي وصلت للمطار يا خوتي دخلت منا، دخلت في الواتساب مهدي صاحبي بعت لي البي تاع تركيش اونلاين اللي يجيبني من تونس اسطنبول، وريت لها غير لا فوتو والله العظيم، وريت لها غير لا فوتو تك 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 خرجوا لي البي بلاصه وا في الساكودو تاعي. هو لي والهروب الماكل والو والو افريقيا اللعينة باي باي افريقيا حوا عليكم حبابي. نركب الطياره راني نقول لك دخل قبل ما تدخل الطياره تدخل لاصال داتونس. دخلت لاصال داتونس عيطت لواحد السيد كان عندي معاه امور، عيطت له بلا كام هادي غادي يفهموني بالك اصحاب وهرم. السيد على بالكم على ماني نهضر واه، السيد قال لي توحشت لي زيمي. قال لي رحت المطار سينيا. قلت له واه توحشت لي زيمي. قال لي رحت المطار سينيا يعني انت يا زدمه متالي. ونطلع الزداج تاع دخلت للطياره ونطلع الزداج تاع الثقه ندير له لاكام. قلبتها قلبتها خلع ما امنش كانوا اي كي درت لهم ستوري في الفيسبوك حبابي ناس زينين، كي درت لهم ستوري في الفيسبوك هذوك الغيارين الحزادين اللي قلبهم مريض اللي كانوا يهضروا فيا ويديروا بوليتيك اللي كانوا يقولوا واري صاي كملها غادي كملها مهبول في سيت شحمي اللي داروا فيها الهضره اللي قال لك هذا صاي حياته ضاعت. كي درت لهم ستوري في المطار داخل الطياره في طريق السعاده وانا جامي ركبت في الطياره سي لا ديزيام فوا، هودوني من المانيا الجزائر في طياره المره الاولى والمره الزوجه خارج من تونس الى اسطنبول يعني كي خرجت من لاجي لتونس ما درتش ستوري خليتها في السطره.
كي خديت صوالحي تاع الفيزا ما درت واحد. كيجي خصنا حتى الباسبور وكيصنع ورحت للشلب جبت الدوسي ودفعت الفيزا ما قلت حتى لواحد. قلت لما خوتي بويا السلام عليكم واحد ما قلت لهش واحد ما قلت لهش خليتها في السطرة تصدق ما تصدقش خليتها في السطرة باسكو الا حطوا عليك العرب راك قاعد الا حطوا عليك الناس اللي يعرفوك راك قاعد خويا في افريقيا والله تكملها اي طوبسي 10 ميل زلافه 20 ميل والله كيما راني نقول لك خويا دير صوالحك في السطرة ما تخبرش تخبرهم ويا الكونسيل ما ليش يجي الكونسيل باش يكاشي لك هذاك الفيزا لوطو تاع تكريفي والله العظيم يعيطوا لك يقول لها مرتك ماتت نورمال مع شعبنا كلشي كاين يعني قطيكم خوتي قدوا صوالحكم في السطرة برحمة والديكم انا راني فرحان ما قري زعما بالك راني بالك زعما مانيش مليح من واحد لكوتي بالك منا بالك منا بالك غربة بالك منا بصح كي تفكر هذا النهار نفرح خاطش ما كنتش متوقعها صاي 56 جات كليتها صدمت فيها حايط قلت معليش راني قاعدين في البلاد صاي ربي تقدرت علينا كيما هكا امبوسيبل يجي الفرج امبوسيبل نعاود نخرج من الجزائر درت لهم تاع نيمار هاك 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 في 90 قصت لهم ستوري طريق سعاده داخل للطياره ما امنوش راني نقول لك جبت لهم الرقاد ما امنوش ولا يقول هو اللي عطاك وعطات على المان قلت لهم انتم ما داكم تبعوا فيا ما يعطونيش كوعات على المان غير خلوني وطرقوا سريحي دخلت للطياره الطياره قلعت سيرفيس تاع تركيش اونلاين ما شاء الله ما تامنش عقلك خير من بلا ما نقولوا تامن وصلنا الى اسطنبول وفي اسطنبول ما نعرف حتى واحد ما عندي كونتاكت مع حتى واحد ما كاينش اللي قرا لي على بالي شوين نروح بصح نورمال ويلي ولد غربه ما درحش علاش خويا يطيح وينوض ولفناها كيما هاك عزيزي المشاهد نورمال ويلي راح الله ورود ما كان عنده حتى واحد ويلي راح الله ما كان عنده حتى واحد ويلي جا في بوطي ما كان عنده حتى واحد نورمال عنا ربي عادي نعرفوا ناس ونعرفوا رجال ويعرفونا الحمد لله يا ربي كما كان الحال اعزائي المشاهدين وصلنا اسطنبول اسطنبول كي وصلت للمطار قلت او لا لا ما هذه الرائحه لماذا نحن هنا شنو هذه الرائحه اخويا شميت الريحه كما اللي تشمها في فرانكفورت هي غير في المطار شميت ريحه ما تامنش عقلك يا خويا فرحت بغيت نطير لابيتي تحلت لي وليت باغي ناكل وليت باغي نتوغ ونقول الحمد لله يا ربي كي خرجت عند الباب تاع المطار سلمت على الله قلت الحمد لله يا ربي اللي خرجت لي سالم غانم وان شاء الله يا ربي رد لي لبلادي سالم غانم ما تردنيش لبلادي كيما رديتني من الالمان قبضتني الكآبة ومورا طايح دعيت ربي وراني كيما نقولوا مخلي امري لله وصاي انا دعيت ربي قلت يا ربي الا رديتني لبلادي ردني هاني في عقلي يعني انا بلا شواطئي برضاتي نرجع لبلادي ونعاود نضرب ونعاود نخرج ولا نعيش في بلادي ولا وصاي انا مهم ديسيديت كيما هاك راني نحكي لكم على 2021 اشهر 21 اكتوبر يعني لا 23 اكتوبر لو 23 جوان 2021 وانا هودوني من المانيا لو 23 جوان 2018 بعد معاناه تاع 3 سنين عزيزي المتفرج كاين بزاف جاليه جزائريه وكاين بزاف حبابي راهم يتبعوني هودوهم من اوروبا راهم في البلاد مساكي ربي يفرج عليهم راهم يخلوا لي لي كومونتير تاعهم راني نقراهم على بالي بلي راهم في حاله لا ماشي لا يرسلها البارح قلت لا يرسلها قلت لي غلط راهم في حاله زعما يعني ما يقدوش يعيشوا نتوما احبابي لكم تفرجونا نتوما مازال ما شفتوهاش هذوك الناس اللي يجي يقول لك اوروبا ماشي الالمان ماشي جنه من الالمان اقوى بلد في العالم كون ماشي الالمان ايماجيني الالمان ما كاش العالم كي راه صاري له روح دخل يوتيوب كي تكمل الفيديو تاعي دخل يوتيوب شوف الالمان فاش ساهمت للعالم شا ساهمت للعالم شوف صوالح تاع لا ميدسين صوالح تاع الطب والماشينات شكون صنعهم شوف الواطه شكون صنعهم شوف الطيارات شكون يصنعهم شوف العباقره من خرجوا شوف التطور تاع العالم شكون زاد فيه كل شيء زاد في المانيا صاحبي المانيا بلد عظمى وبلد قوه وكي تدخلها انت يا جاي من الجيري تسكن في غوانت برج باجي مختار كي توصل المانيا يعاملوك كانك واحد الماني عندك الحق في السكن ولما تخدمش عندك الحق في الشوماج وعندك الحق في داوي باطل وعندك الحق تعيش وما كاش لي ديرونجيك وتعيش حياتك كيما راك باغي
كل واحد يسهل عليه، ماشي عيني على عينك، ماشي العسل متواقي ومن البرسيانات واخويا. مهم وصلنا اسطنبول وفرحنا في اسطنبول. كي وصلت اسطنبول انا ما امنتش عقلي، شاولا كنت جاي وجايب معايا معلومات على بالي بلي في اسطنبول يديروا ريزيدونس، يديروا الاقامه، ما غاديش نعيش حراق، غادي نعيش ليغال خويا عزيزي المشاهد، غادي نعيش بطريقه قانونيه. انني جاي باش نحرق الفيزا، بصح كي غادي نحرق الفيزا باش ما يقبضونيش يرجعوني لبلاد خاوي. ها انا جيت باش نعيش مهني من عقلي. تما هاد المعلومات تاع الاقامه وتاع الزواج وتاع الخدمه وتاع السكنه وتاع وتاع اوروبا والحرقه الى اوروبا وهذه وهذه نحكوا عليهم في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم غادي نخلي لكم كيما هكا حبايبي سنين، وربي يخليكم، وميرسي بوكو على الدعم، وميرسي بوكو على صحاب لي جام ولي كومونتير وصحاب اللي راهم دايرين ابوني كاع، ربي يخليكم وميرسي بوكو. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، الا ربي وفقني والله العظيم وصلت 100 يعني 100,000 متابع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ندير لكم كادو شباب. شاولا ماشي كاع 100,000 واحد، غير باش تكونوا متفاهمين، انا ما عنديش نخيروا نديروا طومبوله في الانستغرام، نخيروا غير هكا كاش حباب هكا كاش دي بيرسون، ولا نديروا لهم كادوات شابين من هذا اليوتيوب، يعني من لحيته وبخر له، انا ما عنديش، باش تكونوا متفاهمين صحيح بابي. هذه هي وهذا هو، وميرسي بوكو وربي يخليكم حبابي. اللي يبغى الانستغرام تاعي يتواصل معايا هو يفلوك، اللي يبغى تيك توك يجي يحضر لي لايف تاعنا يوميا في الليل مع احبابنا، رانا نطلعوا اللايف يوميا وبقوه وما تامنش عقلك، ولي كيستيون ولي زيستوار مرحبا بكم في التيك توك تاعي هو يفلوك. واللي يبغى يتواصل معايا في البريفي مرحبا به، اللي يبغى معلومات مرحبا به، اللي يبغى مرحبا به. وهذه هي وهذا هو اخوتي، خليكم فيديو كيما راه. السلام عليكم وان شاء الله تكونوا بخير، وما تنساوش اللي راه دير ابوني، دير ابوني خويا، دير ابوني باطل، ابوني ماشي بالدراهم، ابوني باطل، غادي تكليكي عليا دير ابوني تولي مشترك عندي، يولي كل ما يدخل فيديو يجي عندك في لاشين في تليفونك انت تتفرجه. ايوا تزيد دير لي جيم ولا كومونتير، هذا ما كان اي باش التفاعل يطلع، خاطر كي دايرين مخناتين حاشاكم وحاشا قدركم، راه عندهم مليون متابع خويا، طاش ولا مخنت عنده جوج ملايين متابع، سي بيزار صاحبي، سي بيزار، مخنت روما ترجموه، مشيت مليون متابع جوج ملايين متابع. ها والله خوتي دعموا رجال، دعموا ولاد فاميليا، دعموا قلاليل، دعموا ولاد بلادكم لي زون، كيما كانت صيفطه، كيما كانت صيفطه، قولوا عليا اللي بغيتو، شاولا ما دعموش مخنتي، هادي انا ما دعمنيش بصح ما دعمش مخنتين تاني، نلعب ولا نحرم، دعم واحد مخنت غير ممكن تفرجني، هادي هي وداو. السلام عليكم حبايبي الزينين، الفيديو الجاي ان شاء الله، تشاو.